نتواصل بشكل يومي مع الهيئة السياسية في التيار الصدري مع الأستاذ أحمد المطيري، وكانت أكو رسائل رايحة ورسائل جاية، ولاحظتوا يعني مناشدة الحج العامري ويرد الأستاذ أحمد المطيري، وبعدين صارت تغريدة الأخ صالح محمد العراقي الذي يمثل وجهة نظر سماحة السيد مقتدى الصدر، أنه يا جماعة الخير خلينا كبداية للحل أنه يفرد هذا العامري من الإطار، يخرج من الإطار لسهولة التفاهم معه. احنا رحنا اليوم هاي وهاي حصرية لك أستاذ نجم السادة مشاهدي الكرام برأي آخر، يعني ناقشنا الأخوة أنه هل وجود الحج العامري داخل الإطار أفضل للصدريين لإكمال مشوار التفاوض والوصول للحال لو أن يكون خارج، يعني برغم أنهم لديهم فكرة أنه الإطار مختطف أو مسيطر عليه من قبل شخصية سياسية هي أساس المشكلة مع التيار الصدري، احنا قلنا ممكن أن يتراجع هاي الشخصية إلى الوراء قليلا ويتقدم الحاج العامري ويتزعم الإطار ليسهل عليكم مسألة التفاوض والوصول إلى حلول، وهم الناس يعني كانوا تداولوا هذا الشيء وكانوا متعاونين وتلقفوا أصلا هذا الشيء، وحتى الإطار يعني لاحظت حضرتك أستاذ نجم يعني التغريدات اللي نزلها مثلا الشيخ الأمين سمحت الشيخ قيس الخزعلي أمين عام العصائب أنه العامري شيخ الإطار، خذ بعدها بساعتين ثلاثة الأستاذ أحمد الأسدي لا خلاف على شخصية أنه العامري شيخ الإطار يا أستاذ أبو ميثاق المساري، لكن في جملة ما تقول أنت تبحث عن حلول، خلينا نبدأ نرسم الحل حلول. نرسم الحل أستاذ نجم، أريد أجاوبك عن رحلة السيد العامري القريبة إن شاء الله إلى سيد مقتدى بناء على ما كنت تقول. السيد هادي العامري سيذهب ممثلا عن الإطار التنسيقي للحوار نيابة عنه أم سيذهب هو أمين يعني رئيس تحالف الفتح؟ أستاذ نجم اليوم الطرح والطرح المقابل، وتعرف هاي سياسة وهي فن الممكن، يعني المشهد اللي راسخ بالذهنية من فيلم الرسالة لمصطفى العقاد رحمة الله عليه، قال له اكتب من محمد رسول الله، قال له لو كنت أؤمن إنك رسول الله حتى ما جيت أفاوضك. يعني اليوم الصدريين يردون شيء والإطار يردون شيء، احنا خلنا نستدعي هاي المفاهيم ونستدعي هاي الصورة حتى نوصل فكرة للسادة المشاهدين. نعم. والتيار الصدري يقول وبلسان السيد مقتدى لجنين بلاسخارت انه فليأتي هاد العامري بالصفة الشخصية ولا يأتي ممثلا على الإطار لانه ما راح نستقبله. كذلك اليوم رؤية الحج العامري انه انا اذا رايح بالصفة الشخصية خباني ما راح اتفاوض على مزرعتي ولا راح اتفاوض على هذا، مسألة مصير بلد، والإطار التنسيقي مو كتلة سهلة بهذا البلد، عندهم تمثيل مليوني وعندهم ناس تريد من عندهم وتنتظر وتباوع عليهم تريد منهم نتائج، فلذلك من الأولى للحج العامري أن يتفاهم مع الإطار ويأخذ تفويض قبل ذهابه إلى الحنانة، بهذا التفويض ممكن أنه يتواصل مع سماحة السيد مقتدى الصدر ويبدون يرسمون خط الشروع ونبدأ بعملية الإصلاح المنشودة التي ينشدها الجميع. مشكلة الإطار والسيد العامري ليس في أن يفوض العامري للتباحث نيابة عنهم، المشكلة كيف يقبل السيد الصدر ممثلا عن الإطار التنسيقي حتى تكون الأمور في نصابها. نعم بكل تأكيد لاحظ أستاذ نجم أنه السعي واحد الهدف واحد، اليوم إذا رحنا بهذا الشكل أو رحنا بهاي الهيئة أو رحنا بهاي الشكلية أنت ماذا تريد؟ أنت تريد نحطك على عتبة العتبة الأولى من نجاح مشروعك في الإصلاح، وهو هدف سامي وهدف منشود، الكل يسعى للإصلاح، الكل يسعى للخلاص من هذا الوضع المتأزم الوضع المنغلق، يعني شهادة وفاة صدرت بمجلس النواب وركن على جنب والعملية السياسية كلها جامدة واقفة، اليوم الكل يسعى إلى إحداث فرملة وإطلاق جديد لهذه وإعادة إنتاج العملية السياسية. طيب. بثقة جمهورها وإعادة ثقة الناس بها.